السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده. اذا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو ما تنساش دير سبسكرايب وتضغط على زر الجرس، وكذلك تخليوا لي جيم وكومونتير اذا بغيتوا. مرحبا بكم البنات، غادي نشارك معكم بالنسبه في هذا الفيديو العطور المفضله او العطور اللي كنستعمل. كما كتشوفوا غادي نشارك معكم هادو، من بعد غادي نقسم الفيديو، غادي ندير الجزء الثاني باش ما يجيكمش فيديو طويل بزاف. نتمنى البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير، و الا كنتو باغيين نشارك معكم اي حاجه اي فكره خليوها عليا في لي كومونتير، وما عليا انني غير بارطاجيها معكم في فيديو جديد ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، عندي هنايا هاد الجزء الاول اللي غادي ندير لكم، غادي نبارطاجي معكم بالنسبه لهاد العطور، ومن بعد غادي نشارك معكم الاخرين حيت ما بغيتش نديرهم كلشي في واحد لا فيديو باش ما يجيكمش طويل. دابا البنات على بركه الله، كيف ما كتشوفوا عندنا كيف ما كتشوفوا البنات، غادي نشارك معكم هاد العطور اللي كل وحده امتى كنديرها، امتى يعني نحاول انني نشرح لكم، واخا ما عنديش يعني ما عنديش خبره باش انني نشرح العطور ونفرزها، واش بالنسبه ديال الصيف اولا ديال البن نقدر، ولكن باش نحاول انني نوصل لكم كل عطر يعني الفكره ديالو ولا الريحه ديال العطر ديالو مناش مكونه ولا كيفاش تقدروا انكم تشموها. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للعطور البنات فهي دائما كتبقى الذوق ديال كل وحده، وكاينين عطور اللي هي راقيه وكاينين عطور اللي هي بسيطه. كما كتشوفوا البنات راه العطور اللي غنشارك معكم هنا في الجزء الاول اللي هو هذا، وفي الجزء الثاني فهي عباره عن عطور كاين اللي يعني البخي ديالو في المتناول، وكاين اللي الثمن ديالو طالع، كاين اللي شريته، كاين اللي خديته كادو، كاين اللي المهم غادي نشارك معكم التفاصيل كلها. كما كتشوفوا البنات هادو هما العطور اللي غادي نشارك معكم، ونقول لكم كل وحده يعني شنو الميزه ديالها، وامتى خاصك ديريها، وامتى ما خاصكيش يعني تعطري بها، وكذلك التقييم ديالي عليهم. كاينين هنا عطور اللي غادي تشوفهم ساليتهم وعاودت، كاينين هنا عطور غير بمجرد ما درتهم اول مره ما عجبونيش الصراحه. العطر خاصكي انه يعني نحاول انني نشارك معكم، نشارك معكم البنات اول عطر اللي هو هذا كيمبيك، اللي صراحه قاصح بزاف، يعني الريحه ديالو شويه قاصحه بالنسبه لهذا العطر. هذا يستحسن انه يدار يا اما ضروري غيكون هذا ديال البرد، وكذلك يعني اللي كان كيعجبوها العطور القاصحه يدار في الصيف يعني بالليل، ما يدارش بالنهار، وكتجي هي الريحه ديالو زوينه بزاف مسكره، وبحال ريحه قاصحه بزاف ومسكره. نتمنى البنات الشرح ديالي يكون عاجبكم، ولكن هذا في البرد كيجي رائع جدا، وبالنسبه للصيف تقدر ديريه في الليل وغير في شي مناسبه، يعني ما ديريهش في الليل وانت خارجه لشي كافي ولا شي حاجه، يدار في شي مناسبه بالليل. وكذلك هذا نصنفه من العطور ديال البرد. بالنسبه لهذا العطر كذلك نبدا لكم من القاصحين، بالنسبه لهذا العطر كذلك دوس اند كابانا، هذا كذلك قاصح ولكن الصراحه زوين بزاف بزاف. ريحته تقريبا بحال هذا ريحه زهر مع العود، ما عرفت كيفاش غنشرح لكم، ولكن كيجي من العطور القاصحه اللي تقدري ديريها في البرد ولكن ماشي في الصيف. تا هو من العطور القاصحة اللي كيجي رائع جدا صراحة، راه فيه هاد الماركة هادي دوس اند كابانا فيها من اللي خفيف للقاصح. هادي بالنسبة ليا هادي تقريبا كندير فيها مرة في شحال، يعني كندير فيها غير في البرد، راه باقي فيها شوية تقريبا قربت نساليها. وكما قلت لكم هادي من العطور القاصحة اللي دار في البرد بزاف بحال هادي تماما. دابا غادي ندوز لكم البنات بالنسبه للعطر بتيت غوب نواغ، هذا العطر اللي كان حماق عليه بزاف 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 البنات، غادي تلاحظوا النص ديال. بالنسبه للعطر الثالثه البنات كيف ما كتشوفوا معايا لا بتيت غوب نواغ، هاد الريحه هذه او هاد العطر هذا البنات اللي كيعجبني بزاف، اللي يعني الطوب في الروائح بالنسبه ليا اللي كنديرو صراحه، كنديرها في البرد وكنديرها في الصيف، يعني ما عنديش اشكال
كنديرها في الصيف وفي البرد. صراحه رائعه جدا ريحتها، الى 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 شتورها قربت نسى ليها. صراحه ريحتها واعره 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 بزاف، فلورال، وريحتها ما قصحاش ما قصحاش وما بردش، يعني في الوسط، يعني ما قصحاش بزاف وما بردش بزاف، يعني نقدروا نديروها في البرد وكذلك في الصيف. الريحه ديالها فلورال، وكذلك قد ما كتبقى كتبرد وكت يعني كتدوم بزاف. صراحه البنات هذه اللي نشكر لكم، واخا نبقى نشكر لكم فيها حتى نعيا، هذه هي الريحه اللي كان يعني كتعجبني بزاف بزاف. بالنسبه للعطر الرابع، كاينين البنات هنا عطور ديال يانا دوال، انا كنت ديجا ساليت هذه وخديتها واحده قرعه اخرى. الريحه ديالها عرفتي مسكره 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 بزاف، يعني هذه ديال الغوز ديال الورد، فيها ديال الفاني، فيها ديال النعناع، فيها ديال الحامض، ولكن هذه ننصحكم بهذه وديال الفاني. لي زوتر انا ما عجبونيش بزاف، جاوني قاصحين بزاف وكاينين اللي باردين بزاف. بالنسبه للصيف هذه رائعه جدا، فلورال وكذلك سكري، يعني من الروائح اللي كيكونوا سكري بزاف وكيبقاو يعني كيدوموا قد ما كتبقى في يعني في الحوايج او لا في البلاصه فين درتيها، يعني واخا تجلسي 24 ساعه كتلقايها مازال كاينه، يعني من الروائح اللي كيشدوا كما قلت لكم البنات، من الروائح اللي كيشدوا بزاف. كذلك كاينين فيها يعني الاشكال بزاف، كاينين فيها ديال ماشي الاشكال سمحوا لي، كاينين فيها الريحات بزاف، العطور من العطور اللي هي في المتناول، ماشي غاليه رخيصه بزاف كما قلت لكم البنات، من العطور الرخيصه ممكن شي 80 درهم دايره ولا ما قلتش، المهم ما غالياش بزاف، ولكن من الروائح يعني المسكره بزاف 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 وكتبقى لمده اطول. يعني كما قلت لكم هذه هي الريحه المفضله عندي بزاف بزاف بزاف، اللي كنديرها دائما كتسالي كنجيب واحده اخرى، هذه شويه غاليه ولكن هذه شويه قريبه ليها، وكذلك كما قلت لكم رخيصه. ديجا ساليت هذه الريحه هذه القرعه وجبت واحده اخرى من الروائح اللي صراحه نخليها دوتا من بعد. من الروائح اللي كيعجبوني بزاف هذه، راها قاصحه بزاف، هذه كنستعملها الصراحه في البرد، ما كنستعملهاش في الصيف نهائيا، كنستعملها في البرد. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الروائح القاصحين تحكم بهذه. كذلك كاينه تبعها هذه اللي راه الصراحه واعره واعره بزاف، ريحتها شويه بحال سمحوا لي، ريحتها شويه بحال الزهر مخلطه مع العود ومخلطه مع هذه، ما مسكراش نهائيا يعني بارده، ما مسكراش بزاف وماشي فلورال، ولكن ننصح بها في البرد. هادو من الروائح اللي ديريهم في البرد. كذلك كاينه ميس ديور صراحه زوينه بزاف، اللي هي ريحه فلورال ومن يعني من الروائح اللي كيعجبوا الناس بزاف، ولاي وحده كنظن بان الا شمتها غتعجبها بزاف. صراحه ريحتها زوينه بزاف وكنديرها بالنهار في الايامات العاديه ديال العمل، حيت كاينين هنا شي روايح ما يمكنش ديريهم وانت غادا للخدمه ولا القرايه، وكاينين شي روايح اللي هما يوميين بحال هذه ديال يانا ندوال وليتل بلاك دريس، ماشي ليتل بلاك دريس سمحوا لي، مشيت مع ديال افون ولا بتيت غوب نوار، حتى هي كنديرها يوميا. كذلك هاد ميس ديور زوينه بزاف، رائعه جدا وفلورال، من الروائح اللي هي العطر ديالها ماشي قاصح وما كيضرش بزاف. وكاين هذه جود كيرل زوينه بزاف، هذه البنات هذه ريحه سيكسي اللي رائعه جدا، من الروائح اللي هما سيكسي. صراحه الباكاجين ديالها كيعجبني، الحاجه الوحيده اللي اول حاجه شفتها عجبتني هي الباكاجين ديالها. هذه كنظن بلي اي بنت غادي تعجبها، ما يمكنش ما تعجبهاش غير الباكاجين ديالها، ولكن يعني العطر ديالها سيكسي بزاف. نتمنى البنات الشرح ديالي ما يكونش يعني يكون خفيف، ما يكون وصل لكم، واخا ما كنعرفش نشرح على العطور. كذلك كاينه هذه جيفانشي بالنسبه لفيري اريزيستيبل، الصراحه زوينه هذه، خديتها كادو
عندك هادي وكاين واحدة اخرى غادي نشاركها معكم في الجزء الثاني. بالنسبة للريحة ديالها واعرة واعرة بزاف، غرشيت كاع الروايح تخلطوا عليا، ولكن صراحة زوينة زوينة بزاف. انصحكم بها هادي اللي هي كود كورد ديالي، ماشي كود كورد، بالنسبة لابتي تغوب نوار. هادي وهادي صراحة واعرين بزاف، وتابعهم هادي ديال ياناندو صراحة رائعين جدا. كذلك كما قلت لكم هادي الريحة ديالها زوينة زوينة بزاف، هادي بالنسبة للصيف رائعة، من العطور او من الروائح اللي كيعجبوني نديرهم في الصيف. هادي ياناندوان، وكذلك هادي يعني ريحتها زوينة وميس ديور. بالنسبة للبنات نجيو لهاد هاد جوج روايح خديتهم صراحة، ما بغيتش نبين بزاف لا مارك، ولكن ما عجبتنيش، وغير يعني ما عرفتش واش هاد الاختيار ديالي اللي ما كانش هو هذاك او لا، المهم ما عجبتنيش بزاف صراحه. ريحتها ما مفهوماش، وريحتها عاديه بحال ديال العبار، واخا هي راه رخيصه بالنسبه لهاد الشركه هادي. هادو خديناهم ب 50 درهم، وخديت جوج ديال لي مارك. الا شفتوا القراعي راه غيبانوا لكم باللي ما استعملتهمش، حيت رشيتهم المره الاولى الثانيه الثالثه ما عجبونيش بزاف. هادي ديال دوموزيل، زعما قالوا بلي هادي هاد 312 ديال دوموزيل، ولكن ما صراحه ريحتها بحال دوك الروايح اللي كيتباعوا بالعبار، ماشي هادوك اللي مستوحات من دوك العطور الرائعه ولا اللي معروفه، وانما من دوك ديال القرعه الكبيره. كتفهموني؟ يمكن الميساج وصل. صراحه ما عجبتنيش، غير خسرت فيهم فلوسي، ما عجبونيش نهائيا. بالنسبه لهادي هاد ديال دوموزيل ريحتها بحال ما فيها حتى شي ريحه، غير بحال كتشمي غير الكول صافي، والعطر اللي يقدر انه يمشي في خمسة الثواني الاولين. يعني كترشي هكا، يعني كترشي واحد قولي واحد خمسة دقائق ما غاديش تشميها مازال، يبان لك بحال رشيتي غير الماء ما غاديش تشميها مازال. صراحه ما عجبتنيش، كان اختيار خاطئ انني نختار هاد العطر هذا. وكذلك حيت خديت جوج ليا وحده للزوج ديالي، ولكن ما حتى هي انا كنفضل ديال الرجال. انا نوريكم ها هي، هذه بالنسبه للنو ليميت 626، هذه ديال راجلي. ما يمكن هي كوميم صراحه زوينه، هذه اللي عجبتني حيت هي رجاليه. اما بالنسبه لهاد الجوج اللي خديت انايا، ما روايحهم يعني العطر ديالهم عادي، ما فيهم حتى شي حاجه اللي هو مميز، ما فيهم يعني غير خسرت فيهم فلوسي، ما عجبونيش بزاف نهائيا. هادو نخليهم هنا حتى الى عجبوا شي واحد ياخذهم، ما عجبونيش بالنسبه لي انا، حيت كيبانوا ليا بحال يعني لا هذه ريحه وحده، وبحال كتشمي غير ريحه الكول، ماشي الريحه ديال شي حاجه بحال تكون فلورال ولا سكري او لا نهائيا. بالنسبه لهذه ديال الرجال نقدر نعطيها 6/10، هادي اللي عجبتني ديال راجلي. اما بالنسبه لديولي ما عجبونيش. اخر وحده هي هادي كما قلت لكم من نفس الشركه، والو يعني كتشمي غير ريحه الكول، وما كاينش ما عجبونيش الصراحه. قولوا لي في التعليق الا نتوما جربتوا ديال هاد الشركه هادي، قولوا لي في التعليق واش يعني الاختيار ديالكم واش كان زوين، واش عجبكم او لا. ولا جاب الله انا يمكن يكون الاختيار ديالي على هاد جوج د العطور ما كانش موفق، الا نتوما شريتو منهم ولقيتو شي مره هكا ولا شي عطر فيهم كان مميز اولا زوين عجبكم، حطوا ليا في التعليق باش نعاود نجربهم. كما قلت لكم البنات بالنسبه لهاد الجزء بغيت نفرق هاد العطور باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. كانوا هادو هما العطور ديالي البنات اللي شاركتهم معكم، ونتمنى انه الى الاعجاب ديالكم.
كيف ما قلت لكم كاينين عطور اللي هي يوميه وكاينين عطور اللي هما تقدري ديريهم غير في المناسبات او لا هكا شي خرجه مع زوجك مع العائله ديالك او لا شي مناسبه تكون راقيه بغيتي تباني يعني بالرقي ديالك بالملابس ديالك بالتناسق كما قلت لك في الملابس وكتختميها بشي عطر اللي هو يكون رائع جدا. وكذلك كاينين العطور اللي هما بالنسبه للبرد وبالنسبه للصيف وكاين العطور اللي هما يوميا. نتمنى البنات هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم ونخليكم ان شاء الله حتى نحط لكم فيديو جديد او الجزء الثاني ديال العطور المفضله او العطور اللي كنستعمل بالاحرى. نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير. بسلام عليكم.